أنا إنسان من حق أن أعيش، أن أتعلم، أن أعمل، أن أتزوج، أن أسافر. أنا إنسان. فضاء نذيري يهتم بقضايا ذوي الإعاقة أسبوعيا عبر إذاعة النور. أنا إنسان، رب الحنان أكرمني بالابتلاء. فقدان البصر، إعاقة حركية أو ذهنية، جعلي من الصم والبكم، لكن تجدني صابر وراضي بخضري. نعمل بجد وبكد باش نحقق أحلامي ونعيش بكرامة في مجتمعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأحبة الأكارم، مرحبا وسهلا بكم في برنامجكم أنا إنسان. إذا عدنا إليكم أحبتي في هذا البرنامج الذي هو عبارة عن فضاء يناقش ويهتم بقضايا ذوي الإعاقة، سواء كانت الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، وحتى الثقافية وغيرها الكثير. في هذا اليوم أحبتي تطرقنا وسنتطرق أقول إلى موضوع ذو أهمية كبيرة جدا بالنسبة لذوي الإعاقة، ألا هو موضوع السفر. إذن اليوم سوف نرى كيف أن الكفيف هل يمكنه السفر، أو ما هي الإجراءات التي يجب أن يأخذها الكفيف يعني في السفر، من حيث يعني تكييف الوضع، من حيث الاستقلالية في التنقل، غيرها الكثير سوف نناقشه في هذه الحلقة بحول الله. ولأتحدث أكثر يعني على هذا الموضوع، كانت لنا الاستضافة للأستاذ السعيد بلقون الذي هو سوف يحدثنا على موضوع السفر بشكل عام وتجربته في السفر، وكيف أن الكفيف كيف يتنقل بين الولايات وبين الدول. فالكفيف يعني كغيره من الأسرياء يريد التنقل والسفر سواء بين الولايات أو بين الدول، بغية العلاج أو التداوي أو السياحة أو الدراسة ولما لا. إذن أهلا بك الأستاذ سعيد بلقرون، إليك الخط حتى تحدثنا على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي إخوتي متتبعي برنامج أنا إنسان للزميلة والأخت ياسمين مناعي، أحييكم تحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يكون الجميع بألف ألف خير يا رب. بادئا ذي بدء أحيي المشرفة على البرنامج على حسن انتقائها لهذا الموضوع الخاص بالسفر، حيث الكفيف والمعاق بصفة عامة يحتاج إلى هذه الخاصية، إلى السفر كثيرا، إما للتفسح والتنزه من الباب السياحة، وإما من باب العلاج وقضاء حاجيته. فالمعاق في أمس الحاجة للسفر يتنقل بحيث إلى مختلف نقاط بربوع الجزائر الحبيبة، أو يحتاج إلى التنقل لخارج الوطن خاصة. وأفتح قوس في حديثي عن خارج الوطن، يتعلق الأمر غالبا
بالجانب العلاجي، وقليل قليل جدا ما يتعلق بالأمر السياحي في بعض الأحيان. الأمور التي يجب أن تتوفر في اعتقادي أنا هو أن أولا يكون أو تضمن الأريحية للمعاق. البداية تكون البداية بالتأكيد تكون من المرافق الذي يعطي الطمأنينة ويعطي الأمن والأمان لهذا المعاق، وكذلك يعني يساعده على قضاء حاجياته على أكمل وجه، ويكون ملم بالنقطة التي يريد أن يتنقل إليها هذا المعاق فيساعده في قضاء حاجياته كما أشرت قبل قليل. ثم هنالك أمور لابد أن تتوفر مثلا في النقل، وهي المجانية في النقل. هذا هذه الخدمة التي عرفت وتعرف تذبذبا كبيرا، خاصة مع خوصصة مؤسسات النقل، حيث ليس هنالك اتفاق بين الخواص وكذلك الدولة يقضي بمجانية أو ضمان مجانية التنقل بحرية تامة لدى الأشخاص المعاقين. أعتقد أنه إذا ما أردنا أن نتحدث عن الجزائر، ف يعني الجوية الجزائرية أبرمت اتفاق مع وزارة التضامن الأسرة أقوى قضايا المرأة، تقضي بتحديد أسباب ودوافع التنقل الجوي للأشخاص المعاقة، ومنح تذكرة للتنقل داخل الوطن من منطقة إلى منطقة بطبيعة الحال. وتتلخص هذه الأمور عادة أو غالبا في أمور العلاج، فعلى المريض مثلا أن يحضر موعد مع طبيب في منطقة ما، ويعني يأخذه إلى مديرية النشاط الاجتماعي للولاية التي يقيم بها، ومن ثم يأخذ موافقة على التنقل من مديرية النشاط الاجتماعي، يأخذها إلى الوكالات المعتمدة، ومن ثم تعطى وتمنح له تأشيرة، لكن له وحده فقط، فالمرافق لا يستفيد من هذه الخاصية، بل المصاريف تكون على عاتق المريض الذي يريد أن يتنقل. إذا أردنا أن نتحدث عن النقل البري، ففي السكك الحديدية يتنقل المعاق ومرافقه بحرية تامة، ويعني دون أن يدفع أي ثمن، لأنها بطبيعة الحال لا تزال تابعة للدولة، لكن يعني يدفع نسبة معينة في الأماكن المريحة التي يمكن للمتنقل أن ينام مثلا في الغرف الخاصة بذلك. أعتقد بالنسبة لحافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وشيء من هذا القبيل، الأمر هذا ما زال غير متاح تماما وغير غير متوفر. هنالك أمر أيضا جدير بالأهمية والاهتمام، حيث المعاق عادة ما يلقى مشاكل في الكراسي الأماكن والكراسي المريحة التي يريد أن يجلس فيها، والتي تتيح له أو تعطيه أريحية تامة، فيكون في أمس الحاجة لهذه الكراسي، وعادة ما لا يراعى هذا الأمر، على الرغم من أنه في مثل ما نقول في العرف المتعارف عليه، أو حتى العقد المبرم بين مديرية النقل لأي ولاية أو وزارة النقل وناقلي الأشخاص والبضائع، هنالك مادة يتضمنها القانون الرسمي الخاص بهذا الصنف من المركبات، يلزم أصحاب المركبات بمنح الخيار للمعاق في اختيار
المكان الذي يجلس فيه، ولكن هذا صراحة في غالب الأحيان لا يوجد تماما. إذا أردنا أن نتحدث مثلا عن التنقل في الشوارع والأزقة، فغالبية وللأسف الشديد الأرصفة غير مهيئة ولا تحتوي على ممر خاص بهذه الفئة. وما يؤسف تماما هو أن تجد مثلا عمود كهرباء أو عمود هاتف أو حتى شجرة مغروسة في وسط الرصيف، ما يعرض حياة المعاق إلى الخطر بحيث يصطدم في هذه الأمور التي تعرقل تنقله. ناهيكم عن الحفر وما يصيب البلاط الذي هو في هذا الرصيف من تشققات وحفر مؤذية للفئة، وكذلك خاصة الأرصفة التي تتواجد بجانب المنازل، فهنالك أناس سامحهم الله يعتمدون أو يتعمدون على وضع حواجز وأمور من هذا القبيل تفاجئ المعاق والكفيف في تنقله. إذا أردنا أن نقارن ما يحدث ببلادنا في تنقل فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدول الأوروبية أو دول الجوار، فصراحة فرق شاسع، يؤسفني أن أقول ذلك، لأن التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية النقل كبير ومتميز في لدى فئة المعاقين. فمثلا في فرنسا الأمور تختلف عن ما هو في الجزائر، من مجانية إلى تكفل إلى مرافقة إلى احتواء ما إلى ذلك إن شاء الله. أتمنى لكم كل الخير وأتمنى الهناء للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ على هذا الطرح والإحاطة بموضوع السفر. إذن الأحبة الأكارم، إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد، على أمل اللقاء بكم في الحلقات القادمة بحول الله. موضوعنا سوف يكون في الحلقة القادمة امتدادا لهذه الحلقة، سوف يكون حول موضوع السفر. إذن إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.